حركه الضن. بقول والله انا عندنا الفيوم ما فيش ولا ميه ولا شط. حتى اول امبارح كان الميه كانت جايه من الصرف الصحي وماشي. وانا حتى انا شاب مخلص دبلوم تمام بقى 3 سنين مش لاقي شغل ولا اي حاجه ماشي. وتاني حاجه خريج تجاره اللهم صل على سيدنا محمد. برضو تعال شوف الضرايب اللي بقت على البيوت دي جت امتى اصلا ماشي، وازاي اصلا حصل، وازاي اصلا من امتى وانتوا خلاص ده انتوا قعدتونا يعني بالظبط يعني بالضرايب والتامينات مش عارفين نعمل ايه. تعالوا نضرب الايجار في بيوتنا خلاص النهارده عشان خاطر الغلاء. احنا جوعتونا وقرفتونا يا حكومه وطلعتوا عن اللي خلفونا، مفيش غاز ولا كهرباء، وكمان جايبين لنا ضرايب على البيوت. يخرب بيت اليهود